على عمر 3 سنين إذا الولد ما عنده أي صعوبات كتير منيح، هذا العمر بيكون كتير مناسب بلانش حتى الولد يكون عم بفوت على المدرسة. بس أكيد منكون عم ناخد بعين الاعتبار أنه أكيد هذا الولد ما رح يكون عم يتعلم يقرأ ويكتب بالأول، رح ينطره ورح بيكون في تجهيز لهذا هول الأمور، وأكيد الولد بيكون فايت جاردوري بيكون عنده نضوج أكتر وبيكون مجهز أكتر. يعني صحيح أنه كتير إذا بدك نحن نستهون أنه الجاردوري ما طعمي، بس الفكره هي خاطئه كليا. الجاردوري كثير، الحضانه كثير كثير مفيده للولد، بتعوده على النظام، بتعوده على كثير اشياء، انه بده يقعد هيدا الوقت، هلا وقت اللعب، هلا وقت نركز، بدنا نقعد نسمع، بدنا نركب، بدنا نلعب، يعني بيكون كثير مفيده للولد وبتكون عم بتجهزه مثل ما قلتي للدخول للمدرسه. اكيد ما بيكون النظام ذاته لانه الولد اذا بدك ما بيكونوا كثير بقى عم بيحضنوه، عم بيحضنوه مثل الحضانه، بيكونوا عم بيهتموا فيه بس لدرجه معينه. يعني اكيد المعلمه صار عدد الاولاد اكبر بكثير، بيكونوا معلمتين اجمالا، ما بيكون في بقى هالاهتمام الكثير متقارب، وكثير اذا بدك شخصيا بتكون قادره المعلمه بقى ما بتكون قادره تكون عم بتتابع كل ولد شخصيا مثل الجاردوري اللي بيكون فيها كثير تنسيق بين الاهل والمعلمات. بيسألوا عن أكلهم، بيسألوا، بيقدروا يسألوا، يعني في عندهم هيدي القدرة، هيدي الإمكانية وقت يكون الولد بالحضانة. هيدي الشغلة كتير بتخف وقت الولد يكون يفوت على المدرسة، وهذا شيء طبيعي ما فينا نلومهم، يعني هذا شيء كتير طبيعي أنه فات الولد على المدرسة ترقى صار في تخرج كمان اكيد و... وهيدي شغله بلشت حياته الدراسيه مزبوط.